أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في إشارة جديدة في موقع جديد. غيرنا موقع 12 دونم وبلشنا في موقع ثاني 13 دونم. تمام، زدنا دونم يعني. الله يوسع عليك. الله يوسع علينا وعليك يا باسم. طبعا أنا باسم اليوم، كيف حالك؟ أهلا وسهلا شباب، لا تنسوا اللايكات والاشتراك، ومش مشترك في القناة اشترك في القناة. طبعا صار فحيص السياخ خلص حبيبي يا باشا. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي. طيب اليوم راح نحكي عن هذا السيال اللي ممكن نلاقيه في أي مكان، يعني هذا السيال ممكن نلاقيه في أي مكان موجود في الوطن العربي، في الوطن المش عربي إلى آخره. تمام، السيال هو عبارة عن شق ما بين الصخرتين، لكن بالنهاية مغلق، يعني بالنهاية مغلق، هو زي السيال جاي. هاي خلينا نلاحظ كيف، يعني مسكر من هاي المنطقة، مسكر ماشي. هو عبارة عن سيال، العمق تبعه تقريبا بنحكي على 15 سنتي تقريبا، نازلة تحت 15 سنتي. تمام، لكن له أهمية قوية جدا هذا بالنسبة لهذا السيال. إذا هذا السيال يا إخوان ما وصل للآخر، يعني إذا ما وصل للآخر ما سكر مع الأرض، تمام، يعني هذا السيال وقف لدرجة معينة هون، أذرون على الهواء إذا كان الهواء طالع صوته، وصل لدرجة معينة هون ووقف ماشي، ما كمل، مع أنه في إشارة لجف، هي موجودة هون، إشارة لجف واضحة ماشي، لكن السيال نفسه مش مكمل معها. إذا وقف معي السيال، إذا صار في عندي لجف خارجي، ما صار في لجف داخلي. إذا صار في عندي توجيه بهذا السيال، صار في عندي توجيه، بطل أنا أقدر أحكي إنه هذا والله السيال بدل على عمق أو داخل الأرض في عمق، أو إنه في قبر أو في مقبرة نازل لازم أنزل عليها عمق. تمام، طبعا هاي الإشارة بتكون تابعة لإشارة ثانية، إشارة مثل هاي راح تكون تابعة لإشارة ثانية يا إخوان، ما راح تكون لوحدها. تمام، طيب الرمزية من هاي الإشارة أو هذا السيال اللي موجود، يعني أنت ماشي بهالأرض، تمام، شفت شق زي هذا. طيب إيش بدي أعرفك الشق هذا شو هو؟ ماشي، شفت شق صخر، صخرتين وبيناتهم شق، الشق مش مكمل. طيب إيش ماشي، أنت ماشي تعرف، أنت باحث تعرف شو هاي الإشارة، وهذا على إيش بدل، وهذا على إيش بدل. طب هذا على إيش بدل صح؟ ليش بدي أتركه هذا؟ هذا بدل على إشي، وإشي مهم يا أخوان. إذا كانت التوابع الموجودة على الصخرة بالنسبة لهاي الإشارة، إذا كانت التوابع الثانية الموجودة على الصخرة هي توابع مهمة مثل أهمية السيال هذا، تمام، فأنت في المكان الصحيح، فأنت في الإشارة الصحيحة. تمام، خلينا نأخذ الرمزية الثانية الموجودة في الإشارة هاي ونشوف شو حكينا. طبعا السيال هون موجود، الآن بأخذ الرمزية اللي موجودة، تركيب الصخر أو تلزيم الصخر اللي هو غير الصخر الرئيسي، يعني هذا صخر مركب غير الصخر الرئيسي. على ايش بدل؟ طبعا اذا بناخذ التوجيه والاتجاه من السيال هذا راح نعرف على ايش بدل هذا، ماشي، يعني اذا بلشنا ناخذ التوجيه تبع هذا راح نعرف هذا على ايش بدل. طبعا عندي مغاره، المغاره هاي في داخلها لازم يكون في عندي مقبره، تمام، داخل المغاره لازم يكون في عندي مقبره، ولازم المقبره هاي تكون والله العلي منها تكنسيه. تمام، لكن بتوجيه، طبعا هاي المربع عندي مربع النفر، تمام، زائد مستطيل النفر، يعني بقدر نحكي الواحد يحكي اذا هاي كسرناها راح يطلع لنا مربع، راح يطلع لنا مستطيل. تمام، هاي مع التلزيق هيك بس هذا بكون مستطيل وهذا بكون مربع. تمام، اذا في عندنا رمزيه مقبره ومغاره اللي هي مع التوجيه طبعا هاي، تمام، راح يكون في عندنا مغاره. تمام، راح يكون عندنا مضار وراح يكون عندنا لجف. طيب خلينا نشوف المكان وين بتوصل هاي، بتوصل على ايش. تمام، خليكم معنا، احنا اليوم بنقدر ان نصور مزبوط لانهم اجوا وشالوا العشب، يعني ثلاث ارباع العشب اللي كان موجود شالوه، فبينوا لنا الاشارات اللي موجوده بنستلم ايديهم. تمام، اذا بدي اخذ التوجيه من هاي واللي هي الرمزية الموجودة عليها، وأخذ التوجيه من هاي وأشوف وين بدي أوصل. تمام، إذن أنا راح أمشي بالتوجيه تبع السيال هذا بالاتجاه اللي هناك، أوكي، يعني هسه راح أخذ التوجيه هذا بالاتجاه هذاك. خلينا نشوف مع بعض اتجاهها ونشوف شو وين نوصل، راح نضلنا مع بعض مش راح أفصل الفيديو. تمام، تعال.
ما شفت ارض زراعيه، بس نظفوها الحمد لله، ضبطوا لنا اياها. في هوا شويه، سامحونا. تمام، وين وصلنا؟ شفتوا الحجر، الحجر اللي ورجيتكم اياه اللي ملزق، المربع اللي ملزق الصغير واللي جنبه، هاي اخوهم بس كبير. تمام، هذا اخوهم بس كبير، خلينا اعرف اوقف عشان لانها نزلت تحت. هذا هو، شفتوا اللي شفناه هناك، المستطيل الكبير والمربع، هاي هذول اخوانهم. ماشي، شفتوا هاي الرمزيه شو هي؟ هاي الرمزيه نفس هذيك الرمزيه، لكن هذيك الرمزيه محطوطه على اشاره التوجيه. تمام، هذيك موجوده على اشاره التوجيه، هنا على تثبيت المكان الحصري. تمام، تثبيت المكان الحصري، نهايه المكان تبعي ونهايه الشرح بتكون، وضحت؟ يعني نهايه المكان وخلاص انا ثبتت. ماشي، وجود هذا الحجر مستطيل لزق تلزيق. ماشي، وجود حجر، طبعا هذا ثابت مش زي هذاك، هذاك ممكن نكسره، هذا ثابت. ماشي، وجود المستطيل هذا، وجود هذا الحجر كمان، زائد وجود التثبيتات، البصمات اللي موجوده اللي دائما نحكي عنها اللي هي القبور. تمام، هاي زي ما احنا شايفين، شايفينها كيف؟ هاي يعني كل مكان، عرفتوا كيف؟ هاي اثبتت لنا انه المكان صحيح. تمام، هسه شو بدنا نشوف؟ بدنا نشوفها من تحت. طبعا احنا صورناها هاي قبل هالمره، لكن العشب اللي موجود ما فتح لنا مجال انه نعرف الاشاره الرئيسيه تبعت هاي. يعني هاي في لها اشاره رئيسيه، لكن كان عشب موجود وحشيش، فما قدرناش انه نعرف ايش الوضع تبعها. خليني انزل لتحت، تمام، واعطيكم التفاصيل الموجوده. هاي طبعا المستطيل اللي حكينا عنه، هذا هو شايفينه، وهذا المربع اللي جنبه، الرمزية نفسها الموجودة هناك موجودة هون. تمام، وهي عندي البصمات زي ما انتم شايفينها، مليان بصمات. ماشي، حتى هون في بصمات، حتى وكلها كلها بصمات. ماشي، الآن باخذ التابع تبع الإشارة الأولانية، بثبت التابع الثاني. ماشي، وبنزل مع التابع الثاني بمجرى الماء او السيال. يعني بمجرى الماء شو يعني؟ يعني مي نزلت راح توصل للمكان هذا، راح تنزل مع السيال لعند اشاره اللجف، لعند اللجف، لجف طبيعي هو اصلا موجود هنا، لجف طبيعي. تمام، او بنزل المي وبتنزل معي بالمكان هذا لعند اللجف. ماشي، برجع بقول هذا لجف طبيعي لانه الصخره نفسها لاجفه. تمام، الآن راح نشوف معنا السيال نفسه اللي نازل من الإشارة. السيال نفسه عبارة عن سيال بصمات، يعني عبارة عن بصمات سيال معمولة. هاي زي هيك صار زي حرف الفي، أنا بعت ليها واحد على الواتساب راح يقول لي هذا حرف الفي. تمام، بصير يقول لك هيك وهيك. تمام، لكن هذا زي حرف الفي، هي هيك وهيك. تمام، ونازل نزولا مع إشارة اللجف، إذا مش حرف في هذا ولا شيء، هو عبارة عن السيال التابع للإشارة اللي هو كله بصمات، يعني هذا كله بصمات من أول لآخر. تمام، اللجف اللي صاير معانا طبيعي هذا، هسه برجيكم إياه ضروري يا إخوان، اللي بيطلع مغامرة يلبس بوت سيفتي. تمام، ضروري اللي بيطلع يصور يلبس بوت سيفتي عشان الحياية، العقارب، الماني عارف ايش، ما ينضر، بدناش اياكم تنضروا وانتم طالعين المغامرات. تمام، نزول السيال، نزول السيال. ماشي، اللي حكينا عنه البصمات، زائد تثبيتات موجودة حتى عند اشارة اللجف. عندي هون هذا جرن، هيو ماشي، عنده جرن هون. ماشي، عندي اشارة او لجف طبيعي، هذا هو. ماشي، حتى اللجف اللي موجود كله بصمات، لكن بصمات صغيرة، يعني صايرة زي كأنه واحد باقي يعجن فيها عجن هون، ما أعرف إذا هي كانت طبيعة أو لا، لكن بصمات صغيرة. تمام، إشارة حلوة، تابعها من أول، اعرف وضعها شو هو. تمام، طبعا هاي الإشارة الحفر تبعها هون، أو تقدروا تيجوا تحفروا هون، هذا نفس الإشي لجف، لكن
مش مكمل يعني مش واصل للنهاية. هذا اللي شايفينه هاي لجفة الصخرة، الآن بصير تلجف هيك بعدين بصير تلجف لتحت، تمام؟ هاي فيها جرن جوا شايفينه، هاي جرن داخلي، هذا هو اللجف يا اخوان. طلعوا صخرة نزلت فتحت لجف ماشي، اخذت خلينا نقول بهاي الطريقة، لكن بالاخر راح تاخذ بهاي الطريقة يعني بالاخر راح تنزل وراح تروح باتجاه الفراغ اللي موجود. طيب خلينا نشيك عليها هاي الفراغ ومعدن، خليكم معنا. طيب راح اخذها فراغ يا اخوان، راح اخذها فراغ. طبعا بالبداية بدي اعرف انه هاي، طبعا هاي الاشارة، هاي الإشارة حكينا عنها، وهي اللجف تبعها، هاي طبعا السيالات الموجودة، وهي اللجف تبعها اللي موجود هون. الآن بدي أروح أنا باتجاه الإشارة، يعني هاي الإشارة هون هيها، تمام؟ خليكم عشان وين هي، هاي الإشارة هناك. الآن أنا بدي أروح باتجاه الإشارة عشان أشوف فيها لجف ولا ما فيها لجف، ماشي، أو أشوف إنها بوابة ولا مش بوابة أصلا. وضحت؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول نحن واحد بيسمي عشان عمار المكان بس، ليش نحكي عن عشان الرصد او من عارف ايش، تمام؟ اذا بوابه، شايفين ليش لجفت يا اخوان؟ ليش لجفت شويه؟ راح تلجف لبرا وبعدين ترجع، تمام؟ في كل الاحوال راح تلجف شوي لبرا وبعدين راح ترجع تلجف لجوا، اذا بوابه عندي صحيحه. طيب خلينا ناخذها كمان مره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سيخ هو هذا احسن. طيب راح اخذها كمان مره يا اخوان ونشوف مع بعض شو الوضع، تمام؟ اذا مزبوط عندي بوابه في المكان هذا 100% عندي بوابه، اذا دخولا مع الاشاره، مع لجف الاشاره، هاي الاشاره مع لجف الإشارة ومع الإشارات اللي موجودة اللي تجف لتحت الصخرة. طيب خلينا ناخذ قياس الفراغ بهاي الطريقة. فحصلي إياها معدن من عندك يا باسم، فحصها معدن زقزاق، ارجع هناك ارجع غاد وفحصها زقزاق. طيب هاي باسم راح يفحصها زقزاق هسه عشان نشوف إذا فيها معدن ولا لا. طيب ناخذ هسه كامل الفراغ اللي موجود، هاي الإشارة صارت وراي، تمام؟ هاي الإشارة صارت وراي، الآن بدي أروح بالاتجاه هذا عشان اشوف شو الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي مغارة كبيرة كثير كبيرة، مش شوية ماشي، يعني مش كبيرة كثير يعني. ناخذ قياسها، هاي من هون، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا 9 متر، تقريبا 9 متر. احط الاشارة على شمالي، هاي الإشارة راح أحطها على شمالي وأخذ الفصح فحص بهذه الطريقة، تمام؟ ما أعطيته معدن، هاي في عنده معدن بس نشوف هسه متأكد عليه منه، ماشي. بنحط الإشارة على شمالي وبنقول يا رب وبنكمل، تمام؟ هاي هون وصلنا نهاية المغارة، هاي الإشارة هون هاي نهاية المغارة. هسه بناخذها بالاتجاه هذا عشان نشوف وين بتسكر معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا 9 متر، تقريبا 9 متر، لكن هيك جاي بالاتجاه هذا، هيك جاي يعني هاي البوابة هون هي هيك جاي، تمام؟ إذا في عندي مغارة كبيرة صحيحة 100%. شو صار معك في المعدن يا باسم؟ هون أعطيتك معدن تقريبا من ضمن الفراغ اللي موجود، تمام؟ اعطته معدن، لكن زقزاق من وين بلشت فيه؟ من حوالي 25 متر تقريبا، بلش من عند 25 متر كزقزاق، اشتغل فيه لحد ما وصل للنقطة هاي. طبعا هي القطعة هاي تكنيزية من البداية، يعني احنا عم نعرف انها تكنيزية لأنه احنا جينا فحصناها قبل هالمرة، تمام؟ فاحنا على علم انها تكنيزية من البداية، تمام؟ فعنده هنا تكنيز موجود. إذا فحصنا الفراغ، فحصنا وجود المعدن، تأكدنا من الفراغ وجود المعدن قبل ما نطق طقة، يعني أنا مش راح نحفرها، لكن قبل ما نحفر أو نشيل حجر يا إخوان، تمام؟ ورجاءً يعني اللي في كثير ناس بطلع عليهم ميداني، رجاءً يا إخوان ما حدش يحفر قبل ما يفحص، تمام؟ يعني إذا أنا جيت إذا بعت لي إشارة على الواتساب وقال لي شو هاي الإشارة
ماشي، وقلت له هاي الاشاره بتوديك على فراغ، وراح نزل ما لقاش فراغ انا مش مسؤول عنها يا اخوان، تمام؟ اشاره واتساب انا مش مسؤول عنها. لما اجي بحكي للواحد روح افحص افحص فراغ، افحص معدن قبل ما تبلش، تمام؟ وباكد فحص الفراغ وفحص المعدن قبل ما تبلش، لانه يا حبيبي الاشاره اللي عندي غير الاشاره اللي عندك، غير الاشاره اللي عند باسم، غير الاشاره اللي باي مكان، ماشي؟ الاشاره اللي تبعت لي اياها بالواتساب بحلل لك اياها 30% بس، 30%. فممكن انك انت تنزل، يعني طقعنا مشوار بصراحه نحكيها يا اخوان، طقعنا مشوار على اربد عشان نروح نتاكد من رساله واتساب بعت لنا اياها، مش منطقيه يا اخوان صح؟ رساله واتساب بتطلعنا على اربد، يعني مسافه 100 كيلو نطلع على اربد عشان نتاكد من 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 تحليلنا للاشاره صحيح ولا مش صحيح، ماشي؟ بعت لك اشاره بقول لك انا حفرت وما لقيتش وانت خربت بيتي وانت مش عارف ايش، نطلع بالاخير يطلع مش اشاره يا اخوان، تطلع حجر متحرك. ما رضيناش نصوره عشان ما نفضحوش. عرفتوه؟ ما رضيناش نصوره عشان ما نفضح. بيطلع بالاخر حجر متحرك، وبنحكي 1000 مره حكينا الحجر متحرك لا تعتمد عليه الاشاره. لكن ببعت على الواتساب بس بقول لك انت ما حليت لي، انت بتيجي بتحل له، ماشي؟ بيطلع الوضع في ارض الواقع يختلف اختلاف كامل عن الاشاره او عن واقع الاشاره. يا اخي افحص، يا اخي امسك هالسياخ وافحص، والله ما بدنا منك شيء. والله ما بدنا منك شيء يا اخوان، احنا ببلاش بنشتغل، بنشتغل لكم ببلاش، امسكوا هالسياخ حقهم ليه رام تشتروهم، احنا بلاش بناكل اليوم. في ناس خصوصا بعثوا لي قاعدين الشباب انه انا ما بعرف اشتغل على السياخ، نحكي عده مرات فوت على صفحتي هاي بالحوراني. ما بعرف. في صفحه خاصه نرجو التنبيه انه انت قبل فتره صورت حلقه خاصه لطريقه العمل بالسياخ. طبعا باسم معنا على المجموعه يا اخوان، خبير معنا محلل على المجموعه. تمام؟ يعني مش يعني مستحيل يعني كل هالحكي اللي حكيناه وتصوير الاسياخ وتصوير حلقات الاسياخ، وبالاخير بيجوا بيسالوا باسم بقولوا له شو كيف نشتغل على السياخ. تمام؟ يعني مش منطقي السلافه. انا بصراحه الاشاره هاي حبيت اخذ تابعها من اولها لاخرها عشان احكي هذول الكلمتين يا اخوان. تمام؟ عشان احكي هذول الكلمتين، اما اطقع مشوار 100 كيلو عشان رساله واتساب، ماشي؟ عشان ابرهن للاخ اللي موجود هناك، ابرهن له انه انا كلامي صحيح، بيطلع بالاخر حجر متحرك. تمام؟ حجر متحرك يا اخوان، مصور لي حجر متحرك وجاي تقول لي هاي ايش وهي ايش وهي ايش وهي ايش، تقول لي بالاخير خرب بيتي. مش منطق. استعملوا الاسياخ اخوان، سيخين حقهم دينار يا اخوان، احنا بنحكي طبعا للاردنيين حقهم دينار، برا حقهم اقل من دينار لانه احنا عندنا ضريبه. تمام؟ هيهم سيخين يا اخوان، سيخين، اشتغلوا في هالسيخين، بالله يسيبوكم من شغلة التطعيم، وسيبوكم من شغلة المغناطيسات، وسيبوكم من هالحكي الفاضي. بالله عليكم سيبوكم من هالحكي الفاضي، لأنه وصلتوا لمرحلة يعني صارت تافه الموضوع، صراحة، صار موضوع الأسياخ تافه جدا. لما واحد يجي يقول لك بحط عليه مغناطيسات، والثاني بيجي بيقول لك بحط عليه مش عارف إيش، واحد بيقول لك شو هالحكي الفاضي يا أخوان. خلص سيخين اشتروهم واشتغلوا فيهن، ماشي؟ لا بدي اجي ابيعك السياخ ولا تبيعني السياخ يا حبيبي، روح لحالك جيب لك سيخين واطعجهن وسويهن زي هيك، تمام؟ واشتغل عليه، ماشي؟ مش انه والله انا الي مصلحه اجي اقول لك انا ببيعك اياهن، لا، لو انا باجي بقول لك انا ببيعك اياهن الي مصلحه اني اقنعك فيهن، تمام؟ الي مصلحه اني اقنعك فيهن بكون، لانه بدي ابيعك السياخ، لكن انا ما بدي ابيعك السياخ يا حبيبي. انا كل الفكره انك انت تفحص، انت يكون مجهودك هذا شخصي، انت تدور على الاشاره بالطريقه الصحيحه، انت تبحث بالطريقه الصحيحه. ببعت فيديو امبارح يعني البحث على الاشاره وطريقه البحث على الاشاره وكيف احنا بنبحث عن الاشاره وكيف بنلاقي الاشاره، تمام؟ بلاقي الناس مش مهتمه يعني في الفيديو هذا. طب اهتم شوي في الفيديو عشان انت تعرف انه هاي كيف احنا بنلاقي الاشاره، كيف احنا بندور على الاشاره صديقي، كيف احنا بتطلع معنا بدل الاشاره مليون اشاره وكل هالتكنيزيات، وكيف بنعرف انه هاي اشاره تكنيزيه، انها احنا هاي بتدلنا على شيء مهم وهاي الاشاره ما بتدلنا على شيء، كيف اعرف انه هاي الاشاره تمهيه وهاي الاشاره صحيحه حقيقيه، كيف اعرف؟ ولا تظني داير في هاليوتيوب مش عارف وين بدي اروح، عند فلان وعند علان وهذا يحكي لي كلام وهذا يحكي لي كلام وهذا يوصلني للبحر ويرجعني عطشان وهذا وصلنا للقمر وما يورجينيش القمر، تمام؟ مش منطق يا اخوان. والله ما هو منطق، بس هذا حاله بروح، هذا بيحكي عن جرن وهذا بيحكي عن جرن. يا اخوي انا ما بدي احكي لك عن جرن، انا ما بدي احكي لك عن جرن، انا بقول لك روح انت شوف الجرن، روح انت اجتهد، روح انت سير باحث،
روح انت صرت خبير، تعتمدش على كلام خبير ويجيك واحد يقول لك انا صرت خبير العرب وانا صرت مش عارف ايش، يعني تعتمدش عليه، روح لحالك شوف الوضع، افهم الوضع تمام، وصل لمرحلة انك انت فاهم شو بيحكي هذا اللي قدامك، ابحث عن اشارتك لنفسك. طبعا شكرا للجميع على المتابعة، وأنا آسف يا أخوان على العصبية اللي أصبتها، أنا آسف جدا، لكن وصلونا لمرحلة والله العظيم طلعونا عن الأخلاق وطلعونا عن القيم كلها اللي بنشتغل عليها، حتى على المبدأ اللي بنشتغل عليه طلعونا عنه. شكرا جميعا للمتابعة، ولا تنسونا من اللايكات، ومش مشترك في القناة اشترك في القناة يا أخوان، فعل الجرس، أهلا وسهلا.